محمد امين مكيكا مدير عام جمعيه الكرم. احنا هنا كجمعيه مشاركه في هذه الحمله التحسيسيه. احنا صيفطنا باننا عندنا مراكز للايواء ديال الاطفال. لقينا بان بزاف ديال الاطفال ولاو كيخرجوا للشوارع تيستغلوهم في التسول. وكما انخرطنا في هذه الحمله ضد ظاهره التسول بغينا اليوم نجيو كمربيين كاطر كمساعدين اجتماعيين باش نقولوا ميساج واحد: لا ثم لا ثم لا لظاهره تسول الاطفال. هو احنا كنخدموا دائما في اطار المنفعه الساميه للطفل. يعني الطفل ما كانتو فين؟ ما كانتو في العائله ديالو، ما كانتو في المدرسه، ما كانتو في واحد المجتمع اللي يصين الكرامه ديالو، اللي يصين السلامه ديالو. يعني ما خصوش يكون متعرض للمخاطر، ما خصوش يكون متعرض للاهانه، ما خصوش يكون متعرض. دابا كتشوفوا في هذا الحال البرد والشتاء كنخرجوا كنشوفوا وليدات كيموتوا زعما فريمون البرد القارس. يعني حنا الموقف ديالنا هو بان ما بغيناش هاد الوليدات يكونوا في الشارع. خاصنا يد في اليد. حنا كنوفروا لهم كجمعيه ديال رعايه الطفوله، تنوفروا لهم الرعايه الاجتماعيه، الرعايه الاسريه، الرعايه التربويه، الرعايه، ولكن راه كما تنقولوا يد وحده ما كتصفقش. خاص حتى الاباء ديالهم، خاص حتى العائلات ديالهم يعرفوا بان راه ماشي حيت راه المنفعه العامه ديال هذا الطفل هو المكانه ديالو في العائله والمكانه ديالو في المدرسه. يعني هذا الشيء اللي بغينا نقولوا: استغلال الاطفال في التسول جريمه، وجريمه يعاقب عليها القانون. وحنا مع المنفعه العامه والعليا للطفل. حنان ملاحي، رئيسة جمعية بركة إدمان ستوب دروغ، قلت بمكتب الجمعية بمركز طب الإدمان تلملح. بالنسبة لظاهرة التسول، هي من الأسباب وأيضا من النتائج اللي عندها علاقة يعني مباشرة مع ظاهرة الإدمان، خاصة أن معظم الفئة المستهدفة اللي كيجيو عندنا فئة الأطفال أنهم يا إما كيكونوا الهدر المدرسي اللي كيكون سبب ديالو التسول، لأنهم كيبقاو حتى الليل ما كيقدرش أنهم يمشيو النهار الآخر، أو أنه كيوصل معاهم مرحلة ديال لو سوفراج اللي هي مرحلة الأزمة اللي كتكون في ظاهرة الإدمان، اللي هي المرحلة السابعة يعني من بعد الإدمان، واللي كتخليهم أنهم يقوموا بالتسول من أجل شراء ديال جميع أنواع المخدرات. فبالنسبة للتسول هو للأسف هو أصبح طاعون اللي كينخر لنا المجتمع ديالنا، واللي ولا عادي أنه نمد الأيدي سواء للمحتاج أو لغير المحتاج. فحتى من كان الاشتغال ديالنا في برنامج مراكش بدون تسول اللي مع بالشراكة مع التعاون الوطني وأيضا تحت إطار النيابة العامة، هذا البرنامج اللي صراحة عطى واحد المفعول كبير، لأنه كيتم استقطاب مجموعة من الأطفال ومجموعة من القصيرين خاصة منهم المركز، وأيضا يعني بالنسبة للفئات اللي كتكون ديال الفئة المتشردة، والمقاربة الاجتماعية كيكون عندها دور كبير خاصة في التحسيس الاستباقي واللي هو كتشتغل عليه جمعية ديال بركة إدمان. أنا مابقينش كنشتغلوا غير على التحسيس فقط، ولكن التحسيس الاستباقي باش أنه قبل وقوع المشكل أننا نقوموا بالتحسيس ديالو. الهدف ديالنا هو أننا نكونوا عن قرب قبل ما يجي عندنا داك الطفل ويكون يعني في الهدر المدرسي. حنا كننزلوا ليه بما انه التسول هو اللي خدا البورسنتاج الكبير عندنا في السنه الاخرى اللي اشتغلنا عليها كدراسه واحصائيات عندنا مركز ديال طب الادمان الملاح، ولقينا ان التسول ان اول نطره ديال الادمان كانت عنده يعني في سواء كان انه كيبيع مع انه كان كيبيع مع الام ديالو او كيبيع مع الاب ديالو، يعني هو في حاله سن صغيره، انه كيكون يعني كيشتغل مثلا مع صناعيه، يعني جميع الاعمال اللي هي الخطيره. والتسول اصبح عمل اللي هو عمل خطير، وهناك يعني من انه ولا كيعتبروا عمل، مع انه للاسف فهو جريمه في حق الاطفال. غادي نقول لهم هذاك الوليد يعني من كندخلوا من نزلنا للشارع، ف يعني من نزلنا للشارع لقينا انه هذاك الولد دابا اللي كتجرو وكتخلي انه كيمثل بزاف ديال يعني مالوغوزمون انه كيبدل بزاف ديال الحركات، وانا باش انه كيثير الشفقه ديال الاجانب، او انه كيتي خاصه في الفتره ديال العطل انه كترتفع الدائره ديال التسول. غدا ولا بعد غدا راه هو مابقاش غادي يعطيك، غادي يذوق الفلوس
ما عنده ما يدير بالقرايه، ولا ما عنده ما يدير بالقرايه هذيك الفلوس عول انه كان كيعطيك 10 دراهم في النهار ما غاديش يبقى يعطيها لي كامل، غادي يعطيك درهم غدا ولا بعد غدا غيبان ليه الفلوس ضاقها في جيبو، فاكيد ما غاديش يبقى يبان ليه غير باغي ياكل حاجه، ولكن غادي يبغي ياكل حاجات اخرين، وفي النهايه ديالو راه غادي تكون عندنا في مركز ضد الادمان الملاح وحنا ما بغيناش.